ورجعنا معكم بعد تحية السلام. مرحبا بكم معنا، إن شاء الله تكونوا دائما سالمين يا رب وبصحة جيدة. مرحبا بكم معنا في إطلالة جديدة هذا الأسبوع مع مجموعة من المواضيع والنصائح اللي كتهمنا وكتهم وليداتنا. والانطلاقة والبداية دائما فقرات أمومة اختارينا في مشوار حلقنا اليوم إن شاء الله، ونزور عند رغباتكم أكيد. غادي نتحدثوا أكثر عن موضوع اللي غادي تنضمنا من خلال الاستوديو أخصائية في طب الأطفال الدكتور بشرى أباكا. بشرى أباكا غادي تهدر لينا شوية على الحنيشات أو الديدان اللي كيتصابوا بهم الأطفال. كتعرفوا أنه الأطفال اللي كيكونوا أكثر عرضة للإصابة بهذه الحنيشات هادو مقارنة مع البالغين، فيهم مشاكل كتير كبيرة كتقدر تأثر على صحتهم، على تغذيتهم، على حياتهم اليومية وحتى على جودة النوم. هادشي علاش أنه إحنا بغينا نتعرفوا أكثر على هذه الديدان اللي كتصيب هاد الأطفال، شكون هما نوعية الأطفال اللي كيكونوا أكثر عرضة، الأنواع ديال هاد الديدان واش فيها أنواع ولا لا، كيفاش كتكون أعراض الطفل باش نعرفوه وحتى الأمهات يعرفوا أكثر هاد الوليدات اللي كيكونوا مصابين بها، والأسباب أكيد المؤدية لهذا الموضوع، وخصوصا أنه كان ينتشر بواحد السرعة فائقة في المناخ اللي فيه الأطفال في العدوى، خصوصا المدارس مع دخول المدرسة كيكثر هذا الموضوع وعدد من الأمور. فغادي تفسر لنا دكتور بشرى أباكا مشكورة كيفاش كتنتقل هذه الديدان، وبطبيعة الحال غادي نهضروا حتى شنو الواجب القيام به خصوصا الأمهات وأولياء الأمور باش نحدوا من هذا المشكل. فاللي عندها أي سؤال فيما يتعلق هذا الموضوع تنضم لنا وتسألنا وتشاركنا بتجربتها حول هذا الموضوع، لأن كيكون تخوف وترقب كبير خصوصا ملي كنشوفوه بالعين المجردة، تنشوفوه أكيد في الخروج ديال الوليدات. فبالتالي عدد وعدد من الأسئلة دائما كتصيب أذهان الأمهات وأولياء الأمور. أرقمنا 05 22 30 30 00 أو رقم تاني اللي هو 05 22 31 33 33. انضمت لنا دكتور بشرى أباكا طبيبة أخصائية في طب الأطفال. دكتور صباح الخير. صباح الخير سمية، صباح الخير على الجميع. لاباس عليك، تسعدنا ديما نبداو الأسبوع معك. شكرا. صباح النور. أنا مرحبا بك دكتور، وأكيد أن هذا الموضوع كيجي دائما عدد من الطلبات عليه لسبب شائع ديال الفحص عند الطبيب، هو أن الديدان الديدان هو تشخيص، ولكن العلامة ديالو هما اللي تيجيبوا الامهات والاباء باش يدوزوا لوليداتهم، وحنا باغ لا سويت عاد تنشخصوا بان تيكونوا هاد العلامات اللي تيعاني منها الطفل تيكونوا بسبب الديدان ولا باراسيتوز كما تسميوهم حنايا الجارغون. حنا جاهزين باش نجاوبهم على كل الاسئله ياك دكتور بشرى. اي ام، اي اولياء الامور، اب وام متخوفين لاحظتوا هاد المساله هذه عند وليداتكم تخلعتوا بزاف، غادي نحاولوا نطمنوكم لانه اكيد غادي نطمنوكم بعداد من الامور، لان كل حاجه عندها الوقايه عندها العلاج. علاش الاطفال كيكونوا اكثر عرضه دكتور الإصابة بهاد الديدان مقارنة مع البالغين زعما؟ لا اون جينيرال الاطفال والكبار السن هما اللي تيكون كبار السن. وي ما نهضروش غير على الدراري الصغار. الله قال كي اولنا كي اخرنا اكزاكتومون. لحقاش تيكون واحد شويه ديال الضعف في المناعه ديال المسران اوتوماتيكمون، وتيكون اوسي واحد العادات اللي تيكونوا عند الاطفال اللي ما تيكونوش عند الدراري اللي كبر ولا البالغين. الوغ اول حاجه اللي خصنا نعرفوا كيفاش بعد هاد الديدان تناخذهم، باسكو واحد الفكرة شائعة عند الناس يقولوا راه بسبب الحلاوة. غلط، ماشي بسكريات الحلاوة. لا ماشي بسبب السكريات، اللي عنده ديدان في الأمعاء ديالو تيبغي السكريات سي بسبب دوك الديدان، هما عندهم تيكونوا عندهم واحد الرغبة أنهم ياكلوا السكريات بزاف ولا داكشي الحمض كثر، مي سي كيتشرطوا هادشي اللي تيحتاجوا للذات ديالو اللي تتكون كيتكاثروا اكزاكتومون. سكي في هذاك الدري تياكل سكريات بزاف لحقاش الديدان محتاجة لها. أما الديدان نورمالمون بحال كاع لي باغازيتوز الطفيليات ديال الطبيعة كاملة تيكونوا في التراب وحنا الدراري تيلعبوا بيديهم وتيكون هذيك القضيه باش يمشيو يغسلوا يديهم مزيان شويه ناقصه اوتوماتيكمون. فاش الدري ياكل اي حاجه تيقدر ياكل معاه هذوك لي باراسيتوز ياكلهم في يديه اي هادشي اللي تيخلي باش الدري يجي هاد التعفن ديال الامعاء بهاد لي باراسيتوز. اذا هاد الطفيليات هادو كاينين في التراب، كاينين في الباكا صابل فاش يلعبوا في المدرسه، كاين في الجرده ديال الدار، ولا غير في التراب ديال الزنقه، ولا تلعب كره ديك الهزان ديال الكره راه عامره بهاد سميتو، يعني عايشين حنا مع عند البالغين ما تيكونوش عندهم الاعراض والعلامات كيما تيجيو عند الدراري الصغار اوتوماتيكمون. البالغ حتى الا كان
زعما شاد هاد الطفيليات عنده في كرشو ما غاديش يبانوا فيه بحال دري صغار، الوغ كو عند دري صغار تيكونوا عندهم عواقب. تيكون عواقب. حنا جايين في حديثنا باش نمشيو مع مخطو خطو بعدا نتعرفوا على هذه الديدان اللي كتشرط علينا الحلاوه، شكون هي بسلامه نعرفوها بعدا. كاين بزاف الانواع، كاين لاسكاريس ولكن اللي كثيره بزاف هما تسميوهم دبوسيه سي لوكسيروز. لوكسيروز هما دوك هما الشائعين بزاف عند الدراري الصغار، وكي دايرين هما الحجم ديالهم مليمتري فريمون مليمتري، هما اللي تيديروا الحكه في المخرج ديال الطفل. فاش يقول لك راه تيحك المخرج ديالو سي بسبب هاد لي زوكسيروز. وهاد لي زوكسيروز اون جينيرال نقدروا نشوفوهم الا كان الطفل رضيع، غنشوفوهم نقدروا نشوفوهم في لاكوش يعني في الخروج ديالو اللي فلاكوش، تقدر الام تلقاهم ليه في في في, في المخرج ديالو ديريكتومون، تقدر ما تلقاهمش كاع. كاين واحد السبب شائع ديال زياره لي زورجانس في الليل، انا باسكو سندوز لي غارد، اي بزاف ديال الامهات تيجيبوا لي دراري تيبكيو بالليل، كان ناعس وتيبكي ما عرفوا السبب علاش، ما عرفش السبب. دي فوا تنقلبوا سورتو سورتو مساكن البنات اللي هادوك الديدان تيقدروا يمشيو للقدام سكيفات، يبداو يقرسوهم يعني من المخرج كينقزوا المهبل وكيبقاو يقرسوهم، يبداو يقرسوهم تماك. وشحال من مره زعما غير تنحيدوهم تترتاح البنت شويه، مثلا بادير كو صافي راه عالجناها وسدينا المشكل، مي او موا تنقصوا من ديك زعما ديك الحرق اللي تيديروه دوك الديدان. هادو هما اللي كثار بزاف، هاد بالعربيه الدبوسيين، مي لوكسيروز هي السميه ديالهم باللاتينيه. الوغ كاين لاسكاريس، كاين تينيا. الوغ تينيا راه معروفه هي ديك الدوده الكبيره الطويله، هذا هذاك الاطفال واقيلا ما تكونش، لا تتكون عند الاطفال، وي وي تتكون عند الاطفال ولكن قليل. هي اللي خصنا نعرفوا هما لي باغازيتوز عند الانسان، راه يقدروا يكونوا في المسران ديالو في الامعاء ديالو مده طويله بلا علامات. بلا علامات بصح، حتى تجي واحد الظرف وعاد تيبانوا العلامات، عاد تنقولوا واش هادو باغازيتوز مطورين، هادو مطورين عارفين كيديروا. طيب نفهموا انه كاين انواع دكتور بوشرى، ما كاينش غير نوع واحد، لا كاين بزاف الانواع، ولكن اللي شائعين بزاف هما لي زوكسيروز، هما اللي كثر عند الوليدات، هما اللي كثر عند الوليدات. قلتي لي هو الطفل الرضيع بمعنى انه كيقدروا يتصابوا حتى الاطفال الرضع؟ بيان سور حتى الاطفال الرضع يقدروا يتصابوا بهم. شحال من سن تقريبا؟ من الاول من زيرو مون بون شهر بيان سور يقدر يكون شهر شهرين سورتو الا جاب الله كان الطفل تعرض للايادي فيها البيض ديال هذوك الديدان، باسكو الايادي تيكون فيه البيض ما تيكونش فيه الدود، تيكون فيه البيض داكوغ. اذا جاب الله ما عطينا ليه رضاعه ما كناش غاسين يدينا مزيان، ولا اللي معتني به هو اصلا حامل هذوك الديدان وما ردش البال، هادشي كامل ممكن باش صحته ما عقلناهاش ودار فمو ولا الطفل الصغير الا كان شي اخ ولا اخت ديالو يقدر يعادي مع بيان سور يقدر يعادي. هادي شائعه بزاف، هذه نقطة مهمة. هذه وجود أخ كبر يقدر ينقل العدوى لخوه الصغير. الأسباب نفهموا بعدا أعراض الطفل اللي كيكون مصاب بها، حكة كتجي حكة. ألوغ اللي شائعة بزاف سي الحكة، هذه الأم تقدر دير تشخيص، تقول لي راه فيها الدويدات، الأم تقدر دير تشخيص، مي للأسف كاين بعض العلامات أخرى اللي ما يمكنش أننا نعرفوها من الأول، واللي ممكن نشكو في أسباب أخرى ديال المرض وما نشكوش في الديدان. أول حاجة هما هاد لي باغازيتوز يقدروا يديروا لنا يسببوا لنا في نقص في الشهية. اللي قال نقص الشهية يقدروا يسببوا لنا نقص في الوزن. اللي قال نقص في الوزن يقدر يسبب لنا نقص في التطور ديال الوزن وديال الطول. حنا اول حاجه فاش تيجي عندنا دري ما تيطولش مزيان تنقولوا حقا خصنا نديروا تحليل ديال الخروج. يقدر يدير لنا الانيميا، باسكو هادوك الديدان داكشي تتاكل هما تياخذوه. اذا تيكون واحد الديفيسيت، واحد النقص بزاف ديال المواد الاساسيه ديال فوالا. يقدر يكون تعب. كاينين الدراري اللي حتى بالليل تيديروا كثره الكوابيس بلا ما تكون الكحه، مي تيبان لك الدري سورتو في هادو في الصغار في السنوات الاولى تيفيق بزاف ما عرفتيش علاش. اكيد ما تيقولش لك الا كان كبير وعندو الحكه في المخرج ديالو راه غيقولها، مي دي فوا يقدر ما يقولهاش. هاد لي كوشمار حتى هما يقدروا يكونوا سبب ديال هاد الديدان. يقدر يكون الم في البطن،
يقدر تكون إسهال، تقدر تكون قبض، تقدر تكون حرق في زعما بحال ماشي حرق ولكن سونسيبيليتي، واحد الحساسيه في المعده داكور، يقدر يكون نفاخ، نفاخ ديال البطن، هادشي كامل يقدروا يكونوا علامات ديال وجود ديدان في البطن والامعاء ديال الاطفال ولا البالغين. سي نفس العلامات، سي نفس العلامات ونفس الاراء. الوغ عند البنيوتات الصغار تيكون حتى les infections urinaires، يعني التعفن ديال الجهاز البولي بسبب هاد لي زوكسيروز اللي هضرت لك عليهم، تيقدروا معاهم تيمشيو من المخرج تيدوزوا لبلاصه المهبل ويقدروا يسببوا لنا حرق البولة عند البنيوتات وتعفن ديال، باسكو دوك الدوزات يديو مع البكتيريات الاخرين، ما تبقاش حاس غير بالحكه، حكه وحريق، حكه وحريق، وفاش نديروا تحيه ديال البولة تلقاو ميكروب. طيب اسباب اللي كتادي انتشار هاد الديدان قلنا كتجيب عدم النظافه، غسل اليدين اون جينيرال، عدم النظافه ولا الا كان شي ما ولا شي حاجه كان في زعما توسخات، يعني بهذه الطفيليات الماكله ما تغسلاتش مزيان، الدسر اكيد الخضار ممكن كل شيء، الخضره لي سورتو الفواكه والخضار اللي تتكون تطيب زعما تتنضج في التراب، الا ما تغسلاتش مزيان تقدر تكون من زعما سورس من بعد ديال هاد الطفيليات تياكلوهم الدري ولا الشخص الكبير. كنعرفوا دكتور بشرى عبكة انه هاد الديدان تنتقل بواحد الطريقه خطيره بسرعه قياسيه، بسرعه افكتيفمون كما قلت لك سي بالبيض، البيض ديالهم هما سورتو ملي كيكون واحد مناخ او فضاء اللي فيه كيجتمع الوليدات بحال ما نقولوا مثلا كراش ونقولوا مدرسه وهذا كيتقاسموا مرحلة واحد اكيد هنا كتنتقل هاد الديدان بواحد السرعه قياسيه. اون فيت نفهموا كيفاش كتنتقل، نشرح لك دابا حنايا في لاكريش، لاكريش الدراري تيلعبوا في واحد المحيط مسدود، فهذاك المحيط يسوفي كو هذاك المحيط يكون فيه البيض ديال دوك الطفيليات ولا لي باغازيتوس، راه الدراري كاملين يقدروا ياخذوه باسكو الدراري تيلعبوا. حتى النظافه ديال اليدين اللي اكيد كاع الحضانات تيدوزوا لا لا زعما تيدوزوا الاطفال باش يغسلوا ليهم قبل الكوتي قبل الماكله ايتو، ماشي كافيه باسكو الدري يقدر يهز هذيك لو جوي يديرو في فمو ولا يبدا يلعب بيديه ولا يدير يديه في فمو يدفرو في فمو يمس صبعو، المهم هادشي كامل كلهم وسائل اللي يقدر هذاك الطفيليات يدخلوا للجسم ديال الرضيع ولا ديال الطفل الصغير. فاش تيدخلوا دوك البيضات تيمشيو للامعاء تيتكاثروا بزاف، فاش تيتكاثروا تيعطيو تيولي النضج ديال هذوك البيضات تيوليو دويدات صغار، ودويدات صغار الملجا ديالهم هو تيمشيو للخر ديال المصران، داكشي علاش تنلقاوهم بزاف في المحيط ديال المخرج. كيختاروا هذا المكان، هذاك هو المكان ديالهم اللي تيبغيو بزاف. وواحد الحاله خاصه هو ان خصنا نعرفوا بان الخروج ديال هم لبرا ديال المخرج تيكون من الليل لليل، هذا سي ان سيكل ديالهم داكور، داكشي علاش بزاف الحكه بالليل وداك البكا اللي تنقول لك عند بعض الدراري بالليل فاش يبغيو ينعسوا عاد تيبداو داكشي، سي باسكو هاد الدويدات هادو تيخرجوا من الليل لليل، يخرجوا كاع على برا، لا تيخرجوا بيان سور شحال من واحد تنحلوا لي كوش وتنحلوا يعني الام اللي بغات تقلب تقلب من الليل، لا اون جينيرال الليل الليل خص لابد من الليل الليل. زوين على هذه المعلومه هذه اللي عطيتينا دكتور بشرى. طيب تشخيص، نهضروا شويه في تشخيص، انتم كاهل اختصاص اكيد من الام او الاب غادي يحس هذه الاعراض اول ما يلتجا طبيب اطفال، طبيب اطفال كيفاش كتعرفوا انه راه كاين هاد الوغ كاين بعض الامهات امهات تياخذوا لك اون فوتو تصويره باينه ولا يصوروا لك ديك الدويدات كما هما كيغليو هكا كيف تشخيص باين الام حطاتو مع الطبيب، الوغ هادو الا خرجوا، هادو الا خرجوا اذا الطبيب اكيد من الاول تيعطيها الدواء اللازم، كاين الدواء ديال هاد الطفيليات لي باغازيتوز يعني عادي. بعض الحالات اللي الام ما تتشكش كاع في الديدان تاتجي عند الطبيب لسبب معين، باغ اكزومبل الم البطن كرونيك مزمن يعني اسابيع هو الوليد تيقول لك ما تيبغيش ياكل، ضره كرشو ديما، فيه اسهال فيه القبض، فيه انتفاخ ديال البطن، هادشي هذا سبب حتى هو. كاين فقر الدم اللي ما تيتقادش، دابا الام تتقول لك ولدي تياكل مزيان ما كيبانش عليه، فهمتيني كيفاه، هذه حتى هي من الحالات اللي الطفل تيقدر يكون مخبي لي باغازيتوز في دكتور بشرى غادي نكملوا اكيد طرق التشخيص ياك، ونعطيو فكره اكثر لاولياء الامور الامهات بالخصوص. معنا كنزه من كازا، نشوفوا السؤال ديالها ومن بعد راجعين. كنزه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا 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 لاله كنزه، اش اخبارك؟
الله يحفظك ليا الكبيره. غبور هذه غبور هذه لاله كنزه. ايوا كنستمع لك دائما نستافد منك وكنسمع المسابقات ديالك من الخميس للخميس. لاباس عليك اذا بعدا بنياتك وبداتهم كلشي على خير الحمد لله. ايوا الحمد لله لاله كنزه الحمد لله. غير دابا عجبني هذا الموضوع بزاف وهذا الموضوع راه خاص والله العظيم كلشي يعطي الراي ديالو حتى الوليدات كيجيهم هاد الديدان كما قالت الاستاذه وما كيهتموش به كيقولوا شي حاجه بسيطه ماشي ولكن هو راه كما قلتي تيضعف تيدير بزاف الحالات. انا دابا بنتي عندها دابا 20 عام وانا كانوا فيها ملي كانت صغيره ملي عندها قولي شي شهر هكا كويا فيها كما قالت الاستاذه ملي كنبغي نحيد ليك كوش بالليل كنلقى داكشي خارج بحال شحيمه صغيورين داكشي بحال شحيمه بيضاء كنمسحهم ليها بهذاك لانجيت وكن المهم بقيت كنمشيت للطبيب خرج لي واحد السير وقال لي تشربوا مره واحده المهم ولات بخير بقيت نتبع على داك ولكن دابا ملي كبرات بحال رجعوا ليها ولكن ماشي دوك الدويدات صغيورين. انا هادشي اللي بغيت نقولها دابا يلاه كنت باغا ندي للطبيب كبروا ولا وحده الاخرين معاها كبروا لا ماشي انا استاذه غتكون عندها خبره ومعلومات تكون عارفه دابا هادوك دابا واحد النهار قالوا لي شربي هالشيح شربت الشيء على الريق ملي شربته ليه على الريق جا بحال الوجع بحال الحريق مشات اختي لاحت بحال الشكل ديال واحد الحلوه راه كتبع كل عشيه فيها بحال الشعر يرقي وقد بزاف بحال العشيش مضيور عرفتي قالت لي ماما تعالي تخلعات قالت وصورته بالتليفون قالت لي ماما انت تدي للطبيب شوفي شنو خرج ليا وانا راه بقى الان ما ديتش سبحان الله انتم درتوا هذا الموضوع بحال لا وفرتوا عليا المهم انا هذيك الخلصه ديال الطبيب اللي غنمشي نخلصها سبحان الله الله يكثر خيركم فانويتي شي حاجه اخرى كنزه واقيلا ما حسن الله يحفظكم ليا وغادي نقول الاستاذه واحد المعلومه بنت ولدي ملي كتطلع عندي اختي كتبرك فوق الكرسي كتبقى تحرك فوق الكرسي كتبرك بحال كتبقى تحرك كنقول لها ديما كتحرك شحال في عمرها؟ شحال في الحنيشات يمكن شحال في عمرها كنزه؟ في عمرها دابا 3 سنين 3 سنين كتبدا تبرك فوق تبرك فوق الكرسي وتبرك تحرك وكتعوجك انا كندير الحركه بحال اللي كتشوفوني دابا واخ واخ الله يحفظك ليا شكرا العزيزه ربي يخليك كنزه ونهارك مبارك موفق لكم بالخير شكرا لك حبيبتي شكرا لك دكتور وجل وي نجاوبوش مدام كنزه السلام عليكم وي غادي نجاوبوا على الاسئله ديال مدام كنزه. سؤال الاول ديال هاد الطفيليات وي البالغين قلنا بانهم حتى هما تيكونوا مصابين بهاد الطفيليات ويقدر يكون عندهم ايفيكتيفمون انواع اخرى. انا هضرت عند الاطفال طفيليات اللي شائعه بزاف هما دوك نوع دبوسي لي زوكسيروز دوك صغيورين مي سي سور ك عند الكبار يقدر يكون لي زاسكاريس لي تينيا لي جارجاز المهم كاين انواع كاين انواع كثيره. بالنسبه للبنيوته ديال كنت قالت لك من الصغر كان عندهم 6 شهور اكيد 6 شهور وبقاو قالت لك واش يبقاو زعما لا غادي يكونوا تيجيو وتيمشيو هذا هو المشكل باسكو اكيد هي قالت لك مشات عند الطبيب وعطاها الدواء وحنا غنهضروا على العلاج من بعد بان الدواء دي فوا بوحدو غير كافي. بالنسبه لبنت كنزه دابا قالت لك طيحات داكشي ماشي اوكسيروز ماشي داكشي اللي كان عندها في الصغر شربات الشيح قالت لك على الريق وهذه من الطرق عاوتاني العلاج ديال الطبيعي بزاف الناس كينصحوا به وتينزل قالت لك فيمكن داك كيما حنا كنسميو هذاك الشيء اللي شرحت لينا ماشي داك الشيء اللي كان عندها في الصغر هكذاك لحقاش قالت لك في الصغر باينين راه شرحت لك الاول وشرحت لينا الثاني الاولانيين هما دوك اللي تيجيو الدراري الصغار رقيقين قالت لك بحال شي ما تيتحركوا تتحيدهم من الليل لليل هادو سي لي زوكسيروز. انا مثلا الام هي جات قالت لي بحال كذا تنعرفها سي لي زوكسيروز باغ كونتر لو دوزيام كان قالت لك فاش كبرات 20 عام وشربات الشيح هادوك جوغي دو مال باش نجزم واش هاد النوع ولا هاد النوع ولا هاد النوع ديال الديدان باسكو نورمالمون سي اون ايتود زعما في لابوراتوار اللي غتبين لو سميتو ولا او موان الشكل ديالهم. الوغ شو خاص البنيتات ديال دابا ديال 20 عام تمشي للطبيب؟ لا اكيد لا بد خاصها تمشي للطبيب وتعطيه الصويره ديال 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 هذاك الشيء اللي خرج باش يداوي ويشرح ليها التربيه باسكو كل مرض عندنا فيه لو تريتمون العلاج والتربيه العلاجيه ديالو يعني ماشي غير هاد لانتي بارازيتير الدواء ديال الطفيليات اللي كافي صافي تنحلو به للاسف الديدان وفي لي بارازيتوز عندنا واحد القواعد خصنا نحترموها. شفت كنزه كذلك واحد النقطه مهمه اللي قالت لك نتعايشوا مع هاد الديدان بزاف ديال الامهات تقول لك عادي عنده غير حنيشات كنا كبرنا بهاد القضيه وعادي دابا يطيروا يحيدوا اكيد انه عنده عواقب عنده اضرار جانبيه على صحه الوليد حنا انا
قلنا انا اول قلنا فقر الدم هادشي كله انا اول حاجه اللي تاثر اللي زعما اللي تقدر تضر الطفل هي الانيميا وي. اللي تاثر ليه على بزاف د الحوايج الانيمي يعني فقر الدم غادي تاثر ليه على النمو ديالو غتاثر ليه على الجهاز المناعي ديالو غتاثر ليه على تطور التركيز والحركه فهمتيني واحد التعب شامل تيكون عند الطفل ما تيكونش عنده ديك الحيويه ديال السن ديالو كيفي انا بالنسبه ليا اول حاجه اللي خصنا باش زعما نحسوا بها الاباء سكو ديدان وي ماشي شي حاجه خايبه ولكن لو فات كو يبقاو بزاف هي الحاجه الخايبه هي الحاجه الخايبه طيب دكتور بشرى بك بالنسبه لبنيتها الصغيره ديال 3 سنين قالت لك بمجرد ما كتجلس في الكرسي كتبقى تتحرك هل هي علامه تقدر مثلا انه ما يفهموا عندها مشكل وي انا الا جات لي امو قالت لي بحال هكذا غنشك في جوج الحوايج سواء عندها هاد الدويدات في المخرج ديالها وتيحكوها وزعما ال سو سون مال زعما تتبقى ما مرتاحاش ولا عندها التهاب في الحجر ديالها بسبب نقص ديال النظافه مع دابا 3 سنين غيكون البنيوته يلاه بدات تمشي للتواليت شوف واش محيده لي كوش بمحيداهمش سكي في وحده من جوج سواء الدويدات سواء كما قلنا التهاب في الحجر ديالها القدام الوغ سبب ان نمشيو نديرو تشخيص نعرفوا بعدا على الاقل شنو كاين طمانو على صحه البنيوته اكزاكتو طيب دكتور بشرى بكا اليوم تنهضروا دائما على الحنيشات او الديدان عند الاطفال فقره امومه كان هذا موضوع مقترح ومطلوب بكثره من عند اولياء امور وامهات خصوصا لانه كاين معاناه وخصوصا انه قلنا ملي كياخذوا الدواء كيعاود يرجع حنا قبل ما غادي نهضروا على هذا الموضوع قلنا التشخيص الوغ سبب التشخيس شنو كيدار دكتور اون جينيرال حنايا قلت لك عندنا جوج الحالات سواء الام تجي تقول لك فوالا شنو كاين ولا تجيب لك التصويره حنايا عارفين الشكل ديال كل حاجه بالشوفه كتبان بالشوفه تنعرفوه الا جاب الله حنايا في التشخيص جابت لي الام ولقيت انايا الدويدات في المخرج وقيمة قلت لك هذه تطرى لي بزاف بالليل عمري زعما ما عقلتش على شي نهار بالنهار لقيتهم سي سورتو بالليل حتى هذاك التشخيص طريقه التشخيص فوري تنعرفوا شو السبب ديال هاد التفيليات مي الا جاب الله ما كاين والو من هاد الشيء مي الام تتقول لك كوم كوا مثلا من غير الحكه ديال اللور مثلا الاسهال هذوك العلامات الاخرى الم في البطن نقص في التطور ديال الطول والوزن الانيمي اللي تنعطيوها الحديد وما تتصححش فهاد الحاله خصنا نديرو تحاليل ديال الخروج ديال الطفل ديال الرضيع وبعض المرات تنشير لواحد الحاجه مهمه جدا سي كو مثلا حنا في استشفاء فاش كنا في استشفاء لابد خصنا نديرو تحاليل الخروج 3 ايام باسكو هادوك التفيليات تقدر ما تلقاهمش في النهار الاول يعني ما كافياش غير ديال مره واحده اكزاكتومون دي فوا مره واحده ما تكفيش سي سور كي درتي الاولى وخرجات لك سي بون مي الا جاب لا ما خرجاتش خصنا لها بودا نديرو 3 شهور سوكسيسيف هذه هي القاعده اللي مهمه بزاف باش نقدروا نعرفوا الطبيعه ديال التفيليات ولا واش كاين فريمون التفيليات باسكو يقدروا هاد العلامات يكونوا بسبب امراض التهابيه اخرى ماشي تعفنيه طيب المزيد من التواصل تفاعل حول موضوع حلقتنا ديال اليوم بحضور دكتور بشرى أباكا طبيبة أخصائية في طب الأطفال اليوم تنهضروا على الحنيشات عند الأطفال الصغار 05-22-30-30-00 أو الرقم الثاني اللي هو 05-22-31-33-33 تفاعلوا معنا كذلك من خلال رقم الواتساب اللي هو 06-2000-4004 دكتور على صغر وحجم هاد الديدان ولكن ذكائهم فارق العادة يعني كتشوفي تبارك الله كيفاش كيتعاملوا يتخباو وغاديين مع ياك مع الوضع كيشوف تعيشوا مع الوضع توفيليات هما هادو انت نقولوا شي واحد توفيلي صافي ديغ ذكاء خارق عارف كيفاش يقاوموا فوالا عارف كيفاش يعيش فبالتالي انه كيفاش نقدروا نتعايشوا كيفاش نقدروا نعطيو العلاج كيفاش نقدروا اننا نعطيو الدواء وينفع ويقر ويمشيو نهائيا الوغ الادويه فعاله داكوغ مي نشرح لك كما شرحت لك قبيله عندنا طفل رضيع طفل كبير بالغ ولا زعما كما كان السن ديالو فاش تانفيكتا فاش تياخذ في هذاك البيض ديال هاد الطفيليات ياكلهم بطريقه سواء اليدين سواء كما قلنا شي فاكهه ما مغسولهاش ولا خصيصه ولا هذا كلاهم تياخذ البيض ديالهم تيمشيو للامعاء البيض تيتكاثر هاد البيض هذا عنده واحد لو سيكل ديال 15 حتى ل 21 يوم على دوره حياه ديال 21 يوم اكزاكتومون كيف حنايا فاش نعطيو الدواء لابد خصنا نعطيو الجرعه الاولى ونعاودوا جرعه اخرى من دابا 15 يوم
باش نكونوا مأكدين بأن ما بقاوش بيض دوك في ديك الوقت اللي عطيت فيه أنا الدواء وكان فيه غير البيض. البيض ما غاديش يأثر عليه لانتي بارازيتير. الدواء ما تأثرش على البيض، تأثر على الدويدات. على ما يقتلناشك البيض، ما يقتلناش البيض. وبعد 21 يوم غادي يفقسنا داك البيض وغادي يتوالي. حاليا نعاودو من الأول. نعاودو من الأول. كيف في الأمهات خصهم باش يعرفوا بأن راه ما في الجرعة الأولى ما تيقتلوش كلشي، تيقتلو غير شوية. خصنا لابد نتسناو واحد جوج ديال الاسابيع نكونوا متاكدين بان راه فوالا الدوره كما قلتي ديال الحياه ديالو كمل ديال داكشي اللي بقى البيضات. تنقدروا نعاونوا بلي بروبيوتيك، حتى هما تيعاونوا بزاف. لي بروبيوتيك هما البكتيريا النافعه ديال المصران. انا صراحه ديما تنكسبهم باسكو كنعطيهم الاطفال. تنعطيهم الاطفال من زيرو اش تتعطاو ليهم. هاد لي بروبيوتيك تيعاونوا بزاف باش يسرعوا العلاج، ولكن هذا العلاج بالادويه. كاينه واحد العادات اللي تتخلي الطفل يعاود يتانفيكت. شنو هما؟ سيكو مثلا انا يا الدري هو اللي بانوا فيه العلامات وهو اللي مشى عند الطبيب هو اللي داوى. الا جاب الله الام اون جينيرال كاع الاطباء غادي يكونوا عند يحسوا الامهات بهذه القضيه. سيكو تخص كاع الاشخاص ديال الدار خصهم ياكلوا داك الدواء. كلشي خصو ياخذ الدواء، كلشي خصو ياخذ الدواء. داكوغ. فيهم ما فيهمش خاصهم ياخذوا الدواء. ظهروا عليهم زعما ظهروا عليهم ولا ما ظهروش عليهم، باسكو حنا ما نعرفوش كل اللي فيه شكون اللي ما فيهش. داكوغ. سورتو الكبار تياخذوا حبات يعني اقراص مره واحده، ماشي زعما ماشي علاج غير مره واحده. ماشي حتى هما على جوج، لا غير مره واحده فهمتيني. اي الاخوات ولا الاخوان ديال داك الطفل خصهم ياخذوا نفس العلاج ديال هذاك الطفل، ديال جوج جرعات. ديال جوج جرعات تري بيان. وعاد في لاكريش ولا مثلا في ليكول عاوتاني خصنا نعلموا الوليدات اخرين، خصنا نعلموا الوليدات اخرين. وخص حتى المسؤولين في الحضانه في لاكريش خصهم باش يديروا ديزانفيكسيون، يحاولوا باش يقادوا البلايص اللي تيكونوا فيهم دوك اللعاب يغسلوهم يديزانفيكتيوهم باش ما يكونش لا ريانفيستاسيون. كاينه حاجه اخرى سي الفراش. الفراش حتى هو تيكون عامر بالبيضات، باسكو كيما عاودت لك القصه ديال هاد الطفيليات سورتو لوكسيغوز تخرج بالليل. سكي في الاثواب الداخليه خصهم يتصلوا بالماء سخون زعما ولا بجافيل الا كان ممكن. الفراش ديال السرير ديال الطفل حتى هو خصهم يتغسلوا بالماء سخون وبهذا بماده ديال التنظيف اللي يكونوا متاكدين بان حنايا صافي عقمنا هذاك الفراش ديالو. الحوايج خصهم يتصلوا حتى هما مهم. حاجة الثالثة واللي مهمة بزاف سي الدفران. وي الدفران، باسكو هما الباب. الدفران سورتو فين تيتخباو البيض تيتخبا. البيض عرفتي داك هي فاش قلت لك راه الحضانات عندهم القاعدة ديال الغسيل باليدين، ولكن إلا كان الضفر ديال الطفل شوية كبيرة عرفتي داك الشيء ميليمتريك يسوفي كو يدخل ليه تماك صافي غيبقى ليه تماك وغيبدا ياكل به الماكله ديالو. الوغ كو اون جينيرال الام ولا المسؤوله في الحضانه دارت خدمتها ديال نغسلوا اليدين قبل كل وجبه، ولكن كيبقى ما كافي شيء. الموضوع صراحه ماشي بالسهل ياك. هذا الشيء كامل اللي قلتي انا ما مرتبطش فقط على الطفل اللي مريض، لا الوغ الناس اللي دايرين بيته هما بيان سور ياك. يعني نقولوا علاج جماعي خاصك، علاج جماعي افكتيفمون. تيكون بعض الحالات ديال بعض البالغين حتى هما تيكون عندهم اضطرابات المعويه وهذا تيقدر يبان فيهم بون ما تيكونش اوتوماتيكمون بالحده اللي تتكون عند الطفل، ولكن تيكونوا علامات خفيفه اللي خص هذاك الطفل هذاك الشخص البالغ الا جاب الله الدواء عليها خصو يداوي حتى الطفل ديالو. طيب دكتور بشرى بكا وجهتنا ستاندار معنا سي مصطفى مستات نسمع السؤال ديالو من بعد راجعين. سي مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير دكتور لاباس عليك؟ صباح النور سي مصطفى. الحمد لله، تحيه ليك وتحيه للدكتوره اللي معك. شكرا سي مصطفى، مرحبا بك معنا. بارك الله فيك. عافاك الله يجازيك. عندي واحد البنيه عندها 9 سنين. 9 سنين اييه، وكنشوف الحاله ديالها ديال الوزن وديال الطول ديالها ما غاديش بواحد النمو جيد، يعني بحال ضعيفه شويه. ايفيكتيفمون هذاك المشكل ديال تطور النمو
فهاد هاد السن بالضبط خص الاباء يكونوا شويه حساسين ليه. علاش؟ باسكو السن اللي جوست قبل البلوغ، يعني الا جاب الله كان شي مشكل خصنا باش نعاونوا الطفل عليه. فهاد الحاله ديال البنيوته ديال كاتي مصطفى، اول حاجه خصك تشوف مع الطبيب ديالها واش كاينين شي علامات هضميه ولا مشكل التهابي مزمن، مثلا مشكل ديال الاسهال ولا مشكل ديال نقص في الشهيه ولا مشكل ديال الانيميا ولا مشكل ديال الحساسيه اللي ممكن ياثروا على النمو ديال الطفله ديالك. كما قلت قبيله مع مدام سميه، هو هاد لي بارازيتوز ماشي ديما تيبانوا بعلامات، يقدروا يبانوا غير بالنقص في الطول وفي الوزن. يعني اكيد من زعما ما نتاخروش ونطلبوا داك التحليلات ديال الخروج، بوتيتغ كو غتحلينا المشكل. نطلبوا التحليلات ديال فقر الدم، بوتيتغ كو حتى هي غتبيننا شي طريق فاش نقدروا نعالجوا بها المشكل بطريقه سريعه. باسكو التحليلات ديال الخروج كتاكد او كتنفي وجود هاد الديدان دكتور، ياك وحتى النوع كتبين لكم حتى النوع. نو بيان سور نو تتبين نو، ولكن كما قلت سواء تحليل ديال الخروج سواء ديال الفقر الدم، باسكو هو عطاني غير بانها ناقصه في الطول وفي الوزن. ما نكذبش عليك، النقص ديال الطول والوزن واحد الشابيتر شنو هو، مي غير في النطاق ديال البرنامج ديالنا تنشير غير بان نحيدوا بعدا فقر الدم ونحيدوا لي بارازيتوس، باسكو العلاج ديالهم ساهل ساهل وتيبان لينا التاثير وتيبان لينا النتيجه بالزربه. طيب سي مصطفى، نتمنى تكون سمعتي الجواب وما تمهلش الموضوع، سير دير استشاره بسيطه واكيد غادي يلزم واحد النوع عينه من التحاليل باش تتاكد انه البنيته شو سبب الضعف ديالها. ارقامنا 05 22 30 30 00، او رقم ثاني اللي هو 05 22 31 33 33. فقره امومه اليوم تناقشوا مع الدكتور مشكوره بشرى اباكا، طبيبه اخصائيه في طب الاطفال، تنهضروا على الحنيشات او الديدان اللي كيكونوا عند الاطفال. موضوع مهم كنتوا انتم اللي طلبتوه منا صراحة، ومزيد من التوضيحات حنا راه الإشارة أي سؤال على الراس والعين. من بين الأسئلة اللي كنتوصلوا بها دكتور بشرى، سؤال أم كتقول لك الله يخليك دكتور، أنا بنتي كتعاني من الديدان البيضاء. ديال دبوسيا هي لوكسيروز، هما اللون ديالهم بيض. الوغ كل ليله كتحك وتتبكي، ولكن انا كنخاف نديها للطبيب حيت عندها مرض سيلياك، وتنخاف يعطيها شي دواء في الجلوتين. واش ضروري ندير لها تحاليل فقر الدم لانه عندها سيلياك والسكري؟ شنو نظهر لك دكتور؟ Alors, بالنسبه لهاد السيده هادي نو اون جينيرال الطبيب ملي تقول بان الطفل عنده سيلياك اكيد غتاخذ في عين الاعتبار. للاسف المشكل عند البنيوته ديالها سي كو هذيك لا سيلياك غتخليها معرضه اكثر لهاد الاضطرابات المعويه. داكوغ، باسكو داك الالتهاب سورتو الا ما كانش ريجيم قاد، اما الا كان ريجيم قاد راه ان شاء الله زعما بحالها بحال الوليدات الاخرين. مي صعيب الجلوتين، عرفتي ان ريجيم سون جلوتين ستريكت صح كيكون صعيب، تيكون صعيب شويه سورتو في عائله الا كانوا فيها بزاف ديال الاطفال. مي اللي غادي نشير ليها غير بان الدويات ما فيهمش غلوتين، السيروات ما فيهمش غلوتين، عندنا واحد الدويات معينه اللي فيهم غلوتين. يعني ما تخاف والو، ما تخاف والو، هذه من جهه. من جهه اخرى قولي لها زعما بارابور تقول لنا بارابور السكر، حتى هو كاع الادويه ديال مرضى السكري تنعطيهم لهم عادي، يعني ما تناخذهمش بعين الاعتبار النسبه ديالهم ديال السكر، باسكو ما غاديش يطلع لهم السكر بزاف. باغ كونتر المرض تيطلع السكر، يعني هادي يديروها في راسهم، المرض والتهاب ديال اي طفل هو اللي غيطلع له السكر، اما ديك الجرعه ديال الدواء اللي غياخذ ما غاديش تطلع له بزاف. الا كان مولف تيكون عنده ديك 1 غرام 20 1 غرام 30 غيولي عنده 1 غرام 60 1 غرام 80 سي با غراف، حنا تن زعما اوني توليرون فهمتيني، تن زعما نقدروا نتقبلوا بحال هاد التغيرات الطفيفه بسبب الدواء. اذا لا سكري لا سيلياك سبب انها ما تداويش على الديدان، باسكو غطيح في مشاكل اخرى. الوغ شفتي قضيه الوليدات والسيلياك وكذلك الديدان، كاين علاقه؟ لا ما كاينش علاقه معينه، علاقة. لا اللي عندها العلاقه اللي غتكون سي كو العلامات ديال الجهاز الهضمي غتكون حده ديالها زايده، واللي تيكون عنده التهاب
مثلا في مرضى السيلياك تيكون عنده التهاب معوي تيكونوا دوك البكتيريا النافعه ديال المصران شويه فيهم واحد الخلل كيف ما تتكونش المناعه كثيره ديال المصران سوف كما قلت لك الا جاب الله كان هذا المريض ديال السيلياك عنده ريجيم ستريكت وناجح مزيان وما عندوش داك الالتهاب باسكو بين قوسين مرضى السيلياك الا داروا الريجيم ستريكت مصرانهم تيولي نورمال الا دخل شويه الجلوتين تيبداو التهابات بداو التهابات تتخربق لنا البكتيريا ديال المصران وهاد البكتيريا ديال المصران تتقدر تعرض الطفل انه يتكاثروا فيه لي باغازيتوز باسكو ما نكذبش عليك راه انا لا انت راه حنا معرضين للطفيليات كل نهار ولكن عندنا واحد المناعه اللي كل نهار تتقاوم فهمتيني ماشي اي واحد غيمرض ماشي في اي واحد وماشي في اي وقت يعني ماشي هذا لا يعني انه نقص في المناعه ولكن دي فوا الا كانت الماكله ديالنا شويه مضطربه ولا كان ستريس ولا كانت نقص في ضربك شي فيروس ولا شي حاجه تتكون معرض انك تشد ميكروب اخر طيب واضح دكتور بشرى بكا على صفحتنا ايضا مساج كيحمل هاد القضيه ديال قلنا السكريات بمعنى الحلويات انا ولدي وقت ما كياكل الحلوى تيبقى تيغوت بالدود وتيضل فايق مسكين ما تينعش شي العلاقه ما بين هاد المساله هذه علاش كيطرى هادشي ملي كياكل الحلويات باسكو هما تيتكاثروا كثر تتعطيوهم القوت ديالهم هما الديدان ولي باراسيتوس كيكونوا حتى فرحانين تيحماقوا على السكريات وتلقاو بان الطفل تياكل السكريات كثر ولي تروك اسيد دي زاليمون اسيد لي ديدان تيبغيو هاد القضيه واصلا السكريات فاش يوصل المصران تيرجع البي اش شويه اسيد بسبب لي غاز وداك التخمر ديال الهضم ديالهم اذا اكيد هاد الدويدات غير غياكل الدري غيكثر من الحلاوه صافي حتى هما غيتكاسروا سي الحفله واخا قطعنا ليه الحلوه نقدروا تنقصوا شويه سي بحال الا تنديروا ان ريجيم اللي تينقص شويه من التكاثر ديال هاد الديدان كاين هذا من بين العلاجات بون هضرنا على العلاج ديال الادويه كاين علاجات اللي غدائيه اللي شحال هادي كانوا تيخدموا بها وفعاله واخا عندنا فضول نعرفوا اكثر دكتور بشرى طيب وجدنا ستاندار معنا مكالمه ياك شكون معنا سي مصطفى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا بك سيدي تحيه لك سميه والضيفه الدكتورة ربي يخليك مرحبا بك مرحبا بك اخويا تفضل انا بغيت نسولك واحد السؤال عندي واحد البنيه عندها دابا 13 سنه وعندها فيها ديك الحنيشات ودابا قلت لي واحد شي كلمه مطابقه لهادشي عندها هي عندها قابليه باش تاكل الحلاوه كتمخرجها السكر في الكافيين هي كتاكل السكر كتاكلو التي ياكلو السكر اخوات هو عنده هاد الحالتين هو ما هو عنده حنيشه هو عنده كبر منا عنده شي 17 سنه لا اكيد تنلاحظوها بزاف هو ان الدراري اللي تيكون عندهم هاد لي باغازيتوز الطفيليات في المصران تيبغيو الحلاوه راه بز منهم ساكن فهمتيني الجسم ديالهم تيدفعهم ياكلوا الحلاوه باسكو تيكون واحد اضطرابات في الهضم ديالهم اللي تيخليهم يفضلوا الحلاوه على شي حوايج اخرين كما قلت دابا المدام سميه هو ان الا نقصنا شويه من الحلاوه تنعاونوا شويه ما يتكاثروش دوك ديدان اوكي غادي يجوا غادي يخرجوا لا اكيد الا الدري تياكل بزاف السكر تيكون تتكون لا دونس زعما الحجم ديالهم تيكون كثير يعني تيتكاثروا بطريقه زايده بزاف اوتوماتيكمون الا نقصنا من الحلويات ديجا تنحاولوا باش نقصوا من التكاثر ديالهم وباش العلاج يدير المفعول ديالو بالزربه باسكو اللي قال تكاثر دير تيقول زعما البيض بزاف تيقول بان لي سيكري يقدروا يكونوا كثار طيب. قبل ما نمشيو نسمعوا دفعه من الاسئله اللي جاتنا على الواتساب دكتور بشرى بكا نشوفوا شق الاكل والتغذيه ومكمل العلاجي اللي ممكن كذلك مع الدواء شنو نقدر يفيدنا الوغ اون جينيرال كنا تنقولوا كوم كو بعد اول حاجه هضرت عليها لي بروبيوتيك لي بروبيوتيك كاين في دانون في الفرماج داكور هذوك هما المستحضرات الحليبيه هذوك بكتيريا ياغورت العادي ماشي زعما شي واحد سبيسيال لا العادي لحقاش هذاك البكتيريا النافعه ديالنا هي اللي تتقاد لينا الحليب تترجعوا ياغورت داكور كيف ياغورت نورمال الفرماج حتى هو كيفاش تيتخمر هادو مواد اللي تيعاونوا باش يطلعوا المناعه ديال الجهاز الهضمي والامعاء ديالنا كاين الفيتامين سي
فيتامين سي والفيتامين ا. الفيتامين ا مهم بزاف لحقاش يقوي هذاك شنو تسميوه لا بارير الجدار ديال الامعاء باش ما يكونش هاد الهجوم ديال الطفيليات عليه وما يكونش المرض كيما قلنا كيف دوك يخليه قوي وتخليه اكزاكتومون يعني كيف هي فاش نقولوا راه الا كلنا شي ميكروب ماشي لابد تنمرضوا به راه يقدر يمشي غير مع الخروج و سي بون. فيتامين ا فيتامين ا سورتو تلقاوه بزاف في الزريعه ديال الزريعه قرع على هادشي اش كيقولوا العلاج ديال الزريعة ديال القرعة معروفة ديال الباباي بون دابا ولا عندنا الباباي عندنا في المغرب الباباي هي كاملة الحبة الفاكهة كاملة الفاكهة كاملة مزيانة باسكو فيها واحد الانزيم اللي حتى هو تيقوي وتيقتل الطفيليات في المزران الباباي هذه معروفة ناخذوها خليتها كبار وصغار لا كبار وصغار بيان سور سيدهم هو الثوم الثوم باوي وكاينة واحد العادة كثيرة عند الجدات يمشيو تيديروا قويلب ديال الثوم برافو عليك هي هذه القضية حتى هي فعلا alors هادي سي سورتو باش يقتلوا ايفيكتيفمون هاد الدويدات وانايا هاد العاده اون جينيرال ماشي انا تنقولها مي انا عارفه الثوم هو ضد الطفيليات ضد الفيروسات ضد البكتيريا وحتى ضد الاكسده يعني واحد الخاصيات فيه عجيبه وكثيره بزاف وفي لي ميديسين زعما الطب القديم راه كانوا تيخدموا بالثوم بالبصله ما فيه ضرر نقدروا نديروا هاد ما فيه ضرر بيان سور ما فيه ضرر الا بون دابا نهضروا على الناس الكبار اللي تياخذ الدواء اللي تيجري الدم ما خصوش يكثر منه داكوغ بون مي سينو ما فيه ضرر اوكي ابار الريحه من بعد ماشي مشكل الوغ سكي في كاين لي فيبر الوغ لي فيبر الالياف شنو هي الاهميه ديالها سي كو تتقوي حتى هي المصران و لا ماتيير يعني الماده ديال المصران ملي تكونوا غنيه بالالياف تتخلي الخدمه ديالو تتكون سهله وسلسه حتى الطفيليات بالزربه تيطردوا داكور تجري عليهم تجري عليهم فوالا سكي في اون جينيرال تلقاو في الخضر الورقيه تلقاو هي اكزاكتومون خضر ورقيه في الخضر كامله في سميتو الوغ كاين واحد الحاله واحد السكر الوغ باسكو تنقول لكم نقصوا من السكر نقصوا من السكر مي كاين واحد السكر وحيد اللي معروف انتي فانجيك انتي فيرال انتي باكتيريان انتي بارازيتير يعني ضد طفيليات البكتيريا والفيروس وهذا هو العسل داكشي علاش بعد كاين بعض الوصفات تيخلطوا الزريعه ديال القرعه مع العسل ولا فهمتيني ولا شي يحيدوا فيه شويه ديال العسل هضرنا وسي على لي تيزان ديال الشيح وسي حتى هما كذلك معتمده بزاف ديال الاسر كيديروا الشيح اكزاكتومون مي العسل روعه في تو سكي التهاب ديال الامعاء بسبب ميكروبات ولا طفيليات ولا اي حاجه ولا فيروسات العسل مهم بزاف طيب بيان سور ما نستعملوش قبل عام ديما تنقولها بالنسبه للاطفال الرضع قبل عام ما تستعملوش واخا دكتور وجهت نمشي ستاندار نسمعوا الاسئله الواتساب اللي وصلتنا ومن بعد غنجاوبوا على كل سؤال بوحدو تفضل اخويا عبد الوهاب صباح الخير عليكم دكتوره بغيت نسولك اختي معك رجاء من بوزنيقه عندي ولدي الصغير في عمره 7 سنين اختي كيجيو حنيشات بزاف في الليل لدرجه كيبات يبكي بعض المرات في الليل ما عرفتش اختي شنو ندير ليه الله يستر عليك كيجيوه بزاف وتمن الماكله عنده قليله ومكيبغيش ياكل ليه وديما كيتشكى ماما ضراني كرشي ماما ضراني كرشي يعني اختصرت كاع الاراك اللي درتو جمعتهم كاملين اكيد غنلقاو الا فيكم ما تاكلوش مزيان وتهضروا ديما كاشو غنلقاو بانه نقص في الوزن ولا شي حاجه وي هذا بالنسبه لولد رجاء الله يحفظه اكيد غيكون طولو فيه شويه بالنسبه لمدام رجاء بون تسمعها المباشر دابا خصك مدام رجاء تعطيه الدواء بعدا ديال هاد الطفيليات مهمه بزاف لحقاش ما حدو تاخروا فيه صافي دير كو راه بدا والعواقب ديال هاد الطفيليات على الذات ديالو ما يمكنناش زعما نعولوا غير على فيه الحنيشات نمشيو نقيهم ليه بالليل بحال هكا كما ولا نعطيوه هاد الماده ولا هادي تنعاونوا بالماكله ولكن لابد خص الدواء اللي تيكتبو الطبيب باش ياخذو هو وكاع الناس ديال الدار وكما قلنا نغسلو الحويجات ديالو الداخليه نغسلو الفراش ديالو فين تينعس ونقطعو له الضفران في المده اللي فيها هاد الدواء باش ما يعاودش يمرض بهاد الطفيليات طيب غادي نمشيو نسمعو كذلك سؤال جديد تفضل خويا عبد الوهاب
شكرا على الموضوع الجميل والإذاعة الرائعة إذاعة الشعب. عندي واحد سؤال بخصوص الموضوع اللي كتكلموا عليه للديدان ديال الأطفال. عندي أنا واحد الوليد عنده عام وثمانية شهور كيبكي ليا في الليل بزاف وعنده فقر الدم. وسؤالي هو واش فقر الدم خاصو يتبع لحقاش؟ مشيت لعند الطبيب ملي خرجوا ليا التحاليل قال ليا خاصك يشرب الدواء، خرج ليا سيرو حتى يشرب الدواء حتى يتغير اللون ديال وجهه، ولكن انا استعملت غير قرعه واحده وحبس. واش اللي عنده فقر الدم خاصو يكون واحد تريتمون ديال 3 شهور ولا 4 شهور؟ ممكن واحد توضيح الى ممكن؟ الله يرحم الوالدين. السلام عليكم مدام. بالنسبه لفقر الدم اكيد انا نشرح لك علاش المده ديال العلاج ديال الحديد خصو يكون اكثر من شهر. باسكو فاش تنقولوا فقر الدم سافدير كو الخزان ديال الحديد تقاس، والخزان ديال الحديد خصو واحد 3 شهور باش يتقاد. الا عطينا له غير شهر ما يقدر ما يكونش كافي. بون بيان سور حسب الحده ديال فقر الدم، باسكو كاين بعض الانواع ديال فقر الدم اللي تيكون العلاج خصو اكثر من 3 شهور، سورتو الا جاب الله كان بواحد سبب اكس. مي ان جينيرال فقر الدم العادي ديال الماكله باش نقادو داك الخزان غادي خصنا واحد 3 شهور ديال الحديد، يعني دواء ديال الحديد باش الدري يكون عنده مفعول والكريات الحمراء تولي غنيه بداك الحديد وما يبقاش زعما الحاله ديال فقر الدم كما تنهضروا عليها حنايا من الجهه الطبيه. طيب نرجعوا وجهتنا دائما الأسئلة اللي كتوصل بها الواتساب، أرقمنا 0522-30-30-00 أو رقم تاني اللي هو 0522-31-33-33. إلى حابين أي توضيح حول موضوع حلقنا ديال اليوم حضور الدكتور بشرة أباكا طبيبة أخصائية في طب الأطفال، اليوم كنهضروا وكنتناولوا الموضوع اللي اقترحتوا انتم صراحة واللي خلينا أنه شائع ومنتشر كتير عند أغلبية الوليدات. يا الحنشات ما دوزوش هذا هو الموضوع. ولادي ودوسوا زعما في الصغر عادي. عادي. طيب في حاله الا ما تعالج الدراري اللي تياكلوا الضفران، انا ولدي دوسو باسكو تياكل الضفران واخا تبقى نقطه مهمه واخا تبقى تنقي وهذا تياكل الضفران او بوين كو الضفر ما تيبانش. هذا ولدي الكبير كان هادشي اللي كان تيطرا له تياكل الضفران سكيفي اوتوماتيكمون في ديك الفتره كامله كانوا الحنيشات تيكونوا. هو ما حد الدراري تياكلوا ضفرانهم ما حد تكون اكيده بواحد النهار غادي تلقاي بان عندهم دوك الحنيشات. شو الحل في العلاج ديما خصنا نعطيو بشكل دوري للدواء ولا لا؟ اولا وي تنعطيو للدواء، ولكن خصني نهرس هذاك لو سيكل ديال الضفران. بديت ندير له الفيرني ديال الضفران باش ما يبقاش ياكل، باسكو ما حدو تياكل ما حدو. واخا كلنا كلينا الدواء في الدار، واخا هو الوحيد اللي كان عنده العلامات، واخا واخا واخا، ولكن انا زعما حسب تجربتي كطبيبه عارفه بانه ما حدو تياكل الضفران وما حد هادشي غيكون مزمن وغادي ياثر له على الفقر الدم. وتا هي كنلقاو هذه القضيه الظاهره ديال قدم الاظافر عند الوليدات كثيره وشائعه بزاف. لا هذه سبب كثير عند الدراري اللي تياكلوا ضفرانهم تيكون عندهم الحنيشات كثيره. طيب يعني واخا يكونوا كبار. سؤال كذلك على الواتساب، الله يخليك دكتور، شكرا جزيلا على إثارة هذا الموضوع. انا بنتي عمرها 3 سنوات و5 أشهر، غير نهار الجمعه صراحه كنا خارجين ولعبات هي وخوها في الارض، خرجهم حدا البحر لعبوا في الرمله. المهم اللي جينا ديك الليله كامله وهي كتبكي ما بغاتش تنعس، كتقول لي كيضرني يعني اللور، وما كانت بيبي ديالي حشاكم، فدرت لها غير قوي الباد ودواء الحمر وعاد نسات. هاد القضيه ديال انه كان احنا الفتنه ديال الامهات ضروري ما نخليش البنيته ولا الوليد كيبكي صمدوا ما شاكين في اي حاجه ما عارفين شنو غنديروا، اول ما كنفكروا في قويبات نعطيهم للدري. اون فيت القويبات ما غايديروا والو، مي الدواء الاحمر سي اون فاسون دو تغسل. اون فيت ايفيكتيفمون كاين بعض الام كيحسن الحاله شويه وي من تتغسل بحال تتحيدي شويه داك دوك الطفيلات اللي تيخرجوا اللي تيديروا البكا. باسكو كما قلت لك علاش الدري تيبكي بالليل؟ باسكو هذوك الدويدات الحنيشات تيخرجوا بالليل المخرج وتبداو يقرصوا. داكور، ولكن ماشي علاج نهائي هذا، غير مؤقت كيكال كيدري وصافي. غادي يبقى واحد يومين عاوتاني غوبولوت عاوتاني تبكى، تقدر تفيق بليها بالليل ولا تقول لها راه ولا تتبان ليها بالنهار تضحك. باسكو قد ما الحكه قد ما الدويدات والبكا ديال الليل يقدر يكون غير زعما في الوقت ديال الليل في وقت النعاس، قد ما الحكه راه تقدر تكون نهار كامل. باسكو تتكوني متي تاليرجي واحد الطفح جلدي تيكون في داير على المخرج. داكور، سكي في ديك الحكه اللي تتكون عند الدري في المخرج ديالو عند البنت في المخرج وفي القدام في المهبل ديالها هذه تتكون نهار كامل.
واخا دكتور غادي نمشيو فاصل اشاري قصير وبعد راجعين عندنا كذلك واحد بعض الاسئله. واش ممكن ان احنا نتجنبوا العدوى ديال الطفل ياك بهاد الحنيشات؟ وفي حالتي لما تشافش الطفل يعني درنا اكثر من مره كنديروا الدواء وتنعاودوا نرجعوا وتنعاودوا نرجعوا، في حالتي لما تشافش الطفل شنو الحل في نظركم؟ واش كاين شي حل؟ غادي تجاوبيني بعد ما نمشيو فاصل اشاري وبعد راجعين نخليكم معنا. معكم مستمعاتي مستمعينا بعد فاصل تمام العشرة بحضور دكتور بشرى أبكا مشكورة طبيبة أخصائية في طب الأطفال. صراحة الموضوع جد جد هام، الكم كبير ديال الأسئلة اللي كنت وصلوا بها ياك دكتور، لأنه خليناها المشكل شائع منتشر كتير في أوساط الوليدات فيما كيكون لما وتكون جمع ديال الوليدات وتكون فرصة انتشار قلنا هاد الطفيليات، وخصوصا كارثة وأنه البويضات ديالهم تيبقاو في اليدين. قلتي شحال تيبقاو اون جينيرال لو سيكل ديالهم؟ سي واحد جوج حتى ثلاثة د الأسابيع. داكوغ، مي باش يبقاو في اليدين كوني أكيدة بأنهم غيكونوا دخلوا الجسم وكلاهم الطفل، وفي المسران هادوك البيضات تعطيو بيضات أخرين، لي فيغ تعطيو بيضات أخرين بلوتو، كيتكاثروا بسرعة قياسية. يعني هذا اللي تيخلي يمكن صعوبة ياك ديال العلاج وحتى تجنب العدوى، يعني باش نقول أنا غنحمي وليدي واش ممكن نقدر نحمي من صعيبة؟ صعيبة ما نكذبش عليك، زعما أنا ماشي شي مشكل اللي غادي يبرزني بزاف إلا لقيتو عند ولدي. كاينين امهات اللي تخلعوا نو وهذا وهذا نو عادي، انا زعما لقيتو يقدر ياخذوا من اي حاجه، يقدر ياخذوا من كما قلت لك شي فاكهه ما مغسولاش مزيان، ياخذوا كان تيلعب ولا طاح ليه بسكوي ديالو وقال ليه راسو كولو الوغ كو هو في الساحه ديال المدرسه. قلنا اي حاجه فيها التراب ولا في الطبيعه كامل فيها الطفيليات، يقدر يكون شي جوي مسوس وهو تيلعب به وباغاز قال ليه راسو يمشي يجبدو فمو. هذا الشيء راه تيكون عند الصغار وعند الكبار، واخا يكون حتى 8 7 سنين يقدر كيما ممكن ياخذوا من عند شي واحد من العائله كيما قلنا. وفي هذه الحاله اون جينيرال اشنو خصو يدار؟ خصنا نداويو. الوغ السؤال اللي كنتي غتطلبي ليا يعني يقدر الطفل يتعرض اكثر من مره اكزاكتو، مثلا خدا الدواء تشافى داز 3 شهور شهرين عاود ثاني ياخذ الدواء سي ديفونت معروفه هذه سي اون انفيكسيون. واش مساله ما كتقلقش اولي الامور والامهات؟ لا، ولكن ما تتقلقناش من ناحيه الخطوره، ولكن كاين مشكل، اكيد كاين مشكل، مشكل خصنا نقلبوا عليه. سواء ان الدري كما قلت لك على ولدي كياكل التفيرات ديالو، خصنا نحيدو العادة. مثلا الا جاب الله شي واحد في العائله ما خداش الدواء وهو لا سورس، راه داك الدري كل مره غادي يبدا يتعادى من خوه الكبير ولا سورتو الكبار. اون فيت الكبار البالغين ما تيبانش عليهم، خاص الوالدين تما ياخذوا تما الدواء. لا بد الوالدين، الجده، العائله كامله اللي كتكون في الدار كلها تاخذ، الا الرضيع قل من عام ما عندوش حق في داك العلاج. وباش تعرفي بان ماشي شي حاجه خايبه، حنا في لا براتيك ديالنا في لا بيدياتري هذاك الرضيع اللي قل من عام راه ما تنداويوش على قل من عام ما تيداوش، يبقى هكا تيبقاو هكداك. تنعرفوا بان المناعه ديالو مع تياخذ الحليب وتياخذ لي بروبيوتيك وهذا وهذا وهذا، سورتو الا كان تقوي المناعه ديالو غادي يحيدو من راسو، واخا مسكين تيبقى يبكي وتيتزعجوا. اللي خاص فاش البكيه ديالو تنقلبوه باش نحيدوهم ليه ما يبقاوش يقرصوه. صافي مي اكيد هو غير زعما باش تفهمي بان راه ديفو الذات ديالنا كافيه بانها باش تردهم وتجري عليهم. واخا وجدنا ستوندار معنا لالا بوشا، نشوفوا السؤال ديالها من القنيطره ونحيو باسمها كاع ساكنه القنيطره. لالا بوشرا السلام عليكم. وعليكم السلام الشريفه، لاباس عليكم؟ لاباس عليك. على هذا البرنامج وعلى الدكتوره ما شاء الله عليها رائعه في المستوى. شكرا شكرا لالا بوشرا، الله يحفظك. الله يخليك. انا عافاك، عندي واحد البنيته زايده في 95، على اختي بحالي تقولي عندها 24 دابا ولا 25. اييه. ملي كانت صغيره ما خليت زعما اللي كتقولي الاباطيره اللي بروفيسور ما خليت ما درت عليها، وكنقطعوا الضفران وبجافيل والناس بعاد كيديروا لنا شي حيجيبوه وزريعه القرعه وداكشي كله. الوغ كو دابا في هذا المشكل، دابا في هذا لاج هذا اللي هي تزوجات وعندها وليد، شنو الا كلات غير حلوه غير بونبون ولا شوكولاته صغيره كتمشي للطواليت وكتحبد كيبقى يضرها 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 من اللور، وتا كتمشي دير الخروج ديالها الخروج ديالها ديك الساعه كتمشي للطواليت كتطلب صابونات المنزل. هاد المشكل دابا مثلا الوغ انت متاكده بانها تتشوف الدويدات ياك؟ ايه كتشوف الدويدات وكيبقى ياكل 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 وكتمشي ديك الساعه غير تاكل بومبو ولا تاكل غير حليوه اي حاجه فيها الحلاوه، قلت غير شكلاطه ولا ديك البومبو بجدريال غير تاكلها كتمشي للطواليت كتجري.
الوغ بالنسبه لبنيوتها بون بنت ديالك الله يحفظها لك اكيد غتكون عندها واحد الحاله مزمنه، ولكن خصها لابد تشوف منين تيجي هذا الشيء ديما تيرجع. واش فهمتيني؟ لحقاش هي غداوي عليه راه انت متاكده وهي تقول بان الدويده تيخرجوا من بعد السكر. شرحنا علاش باسكو السكر تيهيجهم تيأثر فيهم تيكتكاترو داكشي تيخرجوا فرحانين. مي بالنسبه للبنيوته ديالك ولا السيده بنتك خص لابد من بعد الدواء تشوف واش ما تيجيهاش من شي حاجه اخرى، سيتادير باغ اكزومبل سوا من شي واحد عايش معاها في الدار ولا من شي بلاصه اللي ممكن تكون ترى فيها ما عادش سبحان الله الماء لحقاش الماء حتى هو يقدر يكون عندهم طفيليات الا جاب الله كان الناس ياخذوا من شي سميتو روبيني ما يكونش نقي مزيان ولا شي حاجه. خصنا نقلبوا المنبع ديال هاد الطفيليات من مين ممكن تاخذوا. هي تتكون واحد القابليه ما نكذبش عليك تتكون قابليه، وشرحنا قبل بانها متعلقه بالمناعه ديال البكتيريا ديال المصران. هذيك الا جاب الله بنتك مدام بوشون كانت عندها البكتيريا ديال المصران شويه قليله اكيد هاد الطفيليات وقت ما غايجيو غادي تروع عليها وغيبانوا عليها وغادي يضروها. الا جاب الله كان شخص اخر عنده المناعه ديالو شويه زايده في يعني البكتيريا كثيره شويه اكيد بانه ما غاديش يكون عنده العلامات بحال واحد اخر. في هذه الحاله نغتنم الفرصه ونقول لها تجرب لي بروبيوتيك. لي بروبيوتيك هما واحد المواد اللي زعما تيقويو المناعه ديال المصران ويقدروا يعاونوها باش تحارب هذا المشكل زائد الدواء بيان سور المضاد ديال الطفيليات. طيب نتمنوا لالا بشرى تكون سمعت الجواب وسلامي لكل متتبعه ديالنا. صراحه كاين كثير ديال الاسئله اهمها سؤال وجود هاد الديدان دكتور واش خطورتها كتكون في المهبل ولا في المخرج. قالت لك ام الله يخليك انا 8 سنوات عانيت مع بنتي صراحه خصوصا وجود افرازات مهبليه لدرجه اني تخلعت واحد الوقيته مشيت ديتها عند طبيب لقينا السر والسبب في هاد الدويدات فتيجيو لها في المهبل ماشي في المخرج. في المخرج دكتور واش كيكون اخطر اصعب؟ وي من بين لي كومبليكاسيون اللي هضرت عليهم قبل سي كوم كو بعض المرات عند البنيوتات الصغار هذاك الدويدات الاحتجاجات اللي تيخرجوا في المخرج بالليل تيمشيو الميغر تنقولوا الميغر اون افون تتهاجر للقدام. ايوا الا جاب لها مشات للقدام فاش تكون ديك القريصات راه تتبدا تبكي البنت وتمشيو تنقلبوا عليها ونحيدوهم ولكن تقدر ما ديرش هذيك القريصات يبانوا غير الافرازات المهبليه. يبانوا غير الافرازات دي با سوا دي بيرت سوا كيما قلنا تعفن ديال البول. وكشحال من بنيوته اللي بون غنكون صادفتهم في ليكزارسيس ديالي تيجيوهم ميكروبات متكرره وهذه خايبه. هذا الشيء تيقدر ياثر على الجهاز البولي. لا دابا نيت كطفله الجهاز البولي ديالها باش كل مره عندها ميكروب كل مره عندها ميكروب ما مزيانش تاثر على الجهاز البولي ديالها. عاد الجهاز التناسلي تيكون داك الالتهاب ديال المهبل بهذوك لي بيرت اللي تيكونوا كل مره حتى هي راه زعما كيتقبلوش المامون سورتو ملي كيكون باقي صغيره 7 سنين 8 سنين مين جاو كيفاش جاو ما كتفكرش في الديدان بيان سور قليل فاش تيفكروا في الديدان. كما قلت لك عند البنت الا جاب الله ما كانوش قرصوها في الليل شي نهار ولا هذا ما غيفكروش فيها. ولكن حنايا من بين لي كوز ديال لي بيرت خصنا نإليمينيو اون بخومييي لوكسيروس باسكو هذا هو السبب العادي بلوز او موان بين قوسين اللي تيجينا زعما شائع اكثر. دكتور بشرى اباكا واش هذه الديدان كتقدر تبقى خامده هكا في المصران ديال الوليدات ما كدارش وتقدر تعرضوا للمخاطر الصحيه من بعد في المستقبل؟ الوغ كيما شرحت لك كاين انواع ديال الديدان بحال هاد الدبوسي لي زوكسيروس اون جينيرال لو سيكل ديالهم باين مي مالوروزمون كاينين دويدات اخرين داكوغ اللي يقدروا خامدين سنوات لسنوات وتيقدروا ياثروا ويكونوا سبب ديال واحد فقر الدم الشخص ما يقدرش يعالجو يكونوا سبب ديال نقص بزاف ديال المواد الاساسيه ما يقدرش يعالجو باسكو هما تياخذوا كل شيء المواد الاساسيه هما تيكبروا بها يقدر يكون حتى سبب انه يمشيو ياثروا لنا على اعضاء اخرى. وفي هذه الحاله تنهضر على لي زاميبياز الاميبيا معروفه تتمشي للكبد
وهذه خطيره بزاف. ما لحقاش ممكن تعطينا واحد مرض تعفني خايب بسبب هاد البارازيتوز ديال لي زاميب. يعني وي يقدروا يبقاو خامدين سنوات, سا ديبون اش من نوع واش من سيكل داكور, مي اون جينيرال الحنيشات لو سيكل ديالهم قصير. زعما اللي تلقاوه بزاف هو انهم تيمشيو يعاودوا يرجعوا, يمشيو يعاودوا يرجعوا. يعني كيبقى الحل ديالنا هو سبل الوقايه اكيد. الاجراءات الوقائيه هي الغسل والنظافه والتعقيم وقدم الاظافر بالمقص فهمتيني, ما نخليهمش كبار. بيان سور مرة مثلا كما قلنا في الحضانات, الحضانات لي كراش يكون واحد واحد سيستيم ديال ديزانفيكسيون باسكو ماشي عيب. لا ماشي عيب, خلي الموضوع ديالي غير بوحدي وندير الدواء غير بوحدي, اكيد ما غيستافد لا وليدك ولا وليدك اخرين. نمشي نعلم المدرسه ولا نعلم ياك ديما تنقول العلاج الجماعي, تنقول بانه ماشي عيب. راه بحال قلنا من الجو, حنا هاد الطفيليات راه ديال الطبيعه, راه ماشي ميكروب صح. ديال مرات يقول لك عدم نظافه الام, ما عندهاش علاقه بالنظافه ولا دو تو. لحقاش كاين فرق بين البكتيريات ديال التعفنات بحال ديال المزباله وديال الزنقه البلاصه اللي تتكون فيها الوسخ الراك ديتو, هادوك بوحدهم. مي الطفيليات هادو بالعكس, هادو طفيليات عايشين معانا فهمتيني, عايشين معنا خصنا نتعاملوا معهم بطريقة زعما العاديه يعني وناخذوه بجد هذا الموضوع, ما نتهونوش فيه, نقولوا راه عادي غير حنيشات ماشي مشكل, غير نقص الحلاوه ما غاديش يبقاو. يعني هذه افكار كتكون, هذه هي الفكره اللي شائعه عند الناس, سيكو تيقول لك ولا اكثر من الحلاوه وغيمشيو. نو, كاينين حنيشات نشوفوا الطبيب نعالجوهم, لحقاش الحلاوه تنقص منها تينقصوا من العلامات ومن الاعراض ولكن ما تتحيدهمش. طيب دكتور, كاين من اضافات ولا درنا دوره شامله؟ هضرنا على كل شيء, قلنا جميع المعلومات المهمه اللي خصها تبقى راسخه في اذهانهم او للامور الامهات. دائما الملاحظه نلاحظ خصوصا خروج وليداتي نشوفهم ياك خصوصا بالليل, نقلب بالليل اكزاكتومون, الا كان شي اضطراب ديال النوم, كان شي نقص في النمو, كان شي انيميا ما تتصححش بالدواء ديال وجيعات, وجيعات اللي تتجي وتمشي وما تخليش الطفل يكون على خاطره, هادو كلهم ولا لي زانفيكسيون كيما قلنا التعفنات ديال البول عند البنيوتات ولا التعفنات ديال الافرازات او الافرازات كيبانو عاوتاني غير عاديه. هادو كلهم اسباب اللي خصنا زعما نفكروا بان قدروا يكونوا ديدان والعلاج ديالهم سهل بزاف, ولكن اللي صعيب انا تنجيني عند العائلات هو انهم يحترموا القواعد اللي تتصاحب العلاج. صح, العلاج جماعي خص كلشي خدوه اللي عاش ديك الدار كامله, تنظيف في تعقيم, نغسلوا ياك في ديك الفتره الفراش السرير خصنا نهرسوا داك لو سيكل فوالا. ولا درنا هاد الخطوات اكيد ان شاء الله غنتغلبوا عليها, ان شاء الله بيان سور اللي كتقهرنا ياك اكيد. شكرا لك دكتور بشرى أباكا, صراحه الحوار ديما معك ممتع. شكرا, ونتمنى ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه لنا كاملين للجميع ان شاء الله. وغادي نمشيو فاصل قصير, اكيد وليداتك راه كيتسناوا في العياده ياك, راه تتسناوا, وحنا غادي نخليوك ان شاء الله توكل على الله وغادي نمشيو فاصل قصير.